وفيه أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط، قال: ما ضحك منذ خلقت النار. قال ما لي، قال قال وفيه أي المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط. وميكائيل في قول بعض أهل العلم هو الموكول بالقطر، موكول بالسحاب بالمطر، فقال: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط، قال: ما ضحك منذ خلقت النار، ما ضحك منذ خلقت النار. وهذا فيه إثبات الضحك للملائكة، فيه إثبات الضحك للملائكة، وفيه إثبات الخوف أيضا، الخوف العظيم. وفيه أيضا أن ميكائيل خلق قبل خلق النار، أن ميكائيل خلق قبل خلق النار، قال: ما ضحك منذ خلقت النار، أي خوفا. فهذا الخوف نافع للعبد وهو جزء من الإيمان. وأما من خاف مقام ربه، هذا الخوف مهم جدا في حياة العبد، لكن الإنسان الذي استمرأ المعاصي وأقام عليها لا يلتفت إلى الخوف، وينظر إلى عموم المغفرة وسعة المغفرة، ولا يلتفت إلى الخوف، فيبقى على المعاصي مصرا عليها، فتكون حاله مثل ما قال ابن القيم رحمه الله: كالمعاند. ليس هذا هو حسن الظن بالله. نعم.